بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، صلوات ربي وسلامه وبركاته على حبيبنا وشفيعنا وسيدنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابه والذين اتبعوهم بإحسان. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وادبا، ربي تمم بالخير والسعادة، والله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق، إنما الأعمال بالنيات والعاقبة للمتقين. نعم. طيب، ثم باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بيان صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإزار هو ضد الرداء. الإزار ما يستر أسفل البدن، والرداء ما يستر أعلاه. ثم هنا ذكر باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة هذا بيان صفة إزار ورداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يبينهما كما استفاد من الحديث. نعم. فإذا في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم أي وردائه، ففي الترجمة اكتفاء على حد قوله تعالى: سرابيل تقيكم الحر أي والبرداء. نعم، سرابيل رقيكم الحر والبرد، لكن هناك اكتفي بالحر، كذلك هنا اكتفي في الترجمة بالإزار، لكن المراد ورداؤه أيضا. ثم وذكر ابن الجوزي رحمه الله في الوفاء بإسناده أن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: طول رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 أذرع، وعرضه ذراعان ونصف. هذا رداء طوله 4 أذرع، عرضه ذراعان ونصف. ثم ونقل عن الواقد أن طوله 6 أذرع في 3 أذرع وشبر، هكذا ينقل إليه. ممكن هذا يحمل على التعدد، كان رداء على 4 أذرع في ذراعين ونصف، رداء آخر على 6 أذرع في 3 أذرع وشبر. أما إزاره فطوله 4 أذرع وشبر في ذراعين، 4 أذرع وشبر في ذراعين، يعني عرض ذراعان هكذا. نعم. الله. وبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا به في الدارين قال: حدثنا أحمد بن منيع رضي الله عنه قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم رضي الله عنه قال: حدثنا أيوب رضي الله عنه عن حميد بن هلال رضي الله عنه عن أبي بردة رضي الله عنه عن أبيه قال: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: قبل روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. إذن أخرجت إلينا،
من يقول هذا؟ أبي بردة يقول عن أبيه يرويه عن أبيه. نعم. من هو أبوه؟ هو أبو موسى الأشعري. ذكر إبراهيم الباجوري قوله أن أبي بردة الفقيه كان من نبلاء العلماء وهو جد أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه. وقوله عن أبيه أي أبي موسى الأشعري الصحابي المشهور. واسمه عبد الله بن قيس. فإذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول هو جد أبي الحسن الأشعري، هذا معلوم مشهور. أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا. كساء ملبد معناه مرقع، كساء هنا بمعنى الرداء، ما يستر أعلى البدن لد الإزار. نعم الرداء ملبد، ملبد يعني مرقع كما قاله النووي رحمه الله في شرح مسلم. قال ثعلب يقال للرقعة التي يرقع بها القميص اللبدة. إذن لو يعني انخرق القميص، هناك يوضع قطعة من القماش هذا يرقع، يرقع يعني يخاط، هذا هو يعني هكذا كان في ردائه، هكذا رقعات، هذا كان كساؤه رداؤه مرقع. سبق أن بينا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يلبس الثياب إلى أن ينخرق يخرق. ثم هنا قيل معنى آخر، هو الذي ساخن وسطه حتى صار كاللبدين. ثم وإزارا غليظا أي خشنا. ثم قالت فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. ماذا أرادت عائشة رضي الله عنها بقولها؟ أرادت أنهما كانا لباسه وقت مفارقته الدنيا صلى الله عليه وسلم، يعني هذان أحدهما مرقع والآخر غليل، إزار غليل عند مفارقة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا كان على هذه في هذين الثوبين مع ما فيهما من الرصاصة والخشونة، فلم يكترث صلى الله عليه وسلم بزخرفة الدنيا ولا بمتاعها الفاني، مع أن ذلك كان بعد فتح الفتوح وفي قوة الإسلام وكمال سلطانه، يعني بعد أن صار غنيا كان عنده مال خصوصا بعد فتح خيبر، ومع ذلك أيضا لم يلتفت إلى زخرفة الدنيا ولا إلى متاعها، كان يلبس يعني ثيابا غليلا مرقعا، هكذا كان حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ من ذلك أنه ينبغي للإنسان أن يجعل آخر عمره محلا لترك الزينة، يجعل آخر عمره يترك الزينة. وقد عمد الصوفية إلى لزوم لباس الصوفي وتفاخر فيه بعضهم فخرجوا عن الطريق التي هم بسبيلها كما قال ابن عربي رضي الله عنه. نعم. وهكذا يختار في آخر حياته ترك الزينة، ومع ذلك لا يتفاخر به، لو تفاخر يعني يفقد ما كان فيه من المراتب والشرف. نعم. ثم لما كانت عائشة رضي الله عنها حفظت هذين الثوبين؟ إبراهيم الباجوري رحمه الله يقول كانت رضي الله عنها حفظت هذا الكساء والإزار الذين قبل فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل التبرك بهما، كانت تتبرك بهما. وقد كان عندها أيضا جبة طيالسية
كان صلى الله عليه وسلم يلبسها فلما ماتت عائشة رضي الله عنها أخذتها أسماء أختها نعم فكانت عندها تستشفي بها المرضى كما أخبرت بذلك أسماء رضي الله عنها في حديثها في مسلم. إذن هن يتبركن بثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم جبته كسائه إزاره زوجاته يستشفين بهذه الآثار المباركة الشريفة. نعم. ثم علي القاري رحمه الله قال قول عائشة فقالت قبل روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. لماذا قالت هذا؟ أي دفعا لتوخم أن هذا اللبس كان في أول أمره قبل أن يوسع الله عليه بفتحه ونصره. كان في أول الإسلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك سائر الصحابة يلبسون هكذا ثياب غليلة مرقعة كذا كذا لأجل الفقر وعدم السعة. لكن بعد أن وسعه الله سبحانه وتعالى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته بالغنيمة في فتح الفتوح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختار. وهذا ما كان في أول أمره بل في آخر أمره قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أي تواضعا وانكسارا وعبودية وافتقارا وإجابة لدعائه مرارا. يعني قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الثوبين تواضعا انكسارا عبودية افتقارا وإجابة لدعائه صلى الله عليه وسلم مرارا اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا. هكذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إجابة لهذا الدعاء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الثوبين. وهذا الحديث أخرجه البخاري. ثم وبه قال حدثنا محمود بن غيلان رضي الله عنه قال حدثنا أبو داود رضي الله عنه شعبة رضي الله عنه عن الأشعث بن سليم رضي الله عنه قال سمعت عمتي تحدث عن عمها قال بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى فإنه أنقى وأبقى هكذا أيضا رواية فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء. قال أما لك في أسوة فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. تحدث عمة من هي؟ أشعث بن سليم رضي الله عنه قال سمعت عمتي اسمها الرهم بنت الأسود ابن خالد. تحدث عن عمها أي عم عمتي أشعث بن سليم. من هذا عمه؟ اسمه عبيد بن خالد المحاربي رضي الله عنه سكن الكوفة. نعم. ثم بينما أنا أمشي أو بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي فاجأني كون إنسان خلفي بين أزمنة كوني أمشي في المدينة. هذا معناه. هذا إذا للمفاجأة بين أنا أمشي إذا إنسان هذا إذا للمفاجأة. فإذا فاجأني كون إنسان خلفي ثم قال فإنه أتقى التقى معناه أقرب إلى التقوى للبعد عن الكبر والخيلاء. فإذن إسبال لأجل الكبر والخيلاء وهذا رفع الإزار عن الأرض ارفع إزارك عن أي شيء عن الأرض. إذن هذا التقى
يعني للبعد عن الكبر والخيلاء هو أقرب إلى التقوى. وفي بعض النسخ أنقى أي ألف أكثر نلافة، فإن الإزار إذا جر على الأرض ربما تعلق به نجاسة فتلوثه. ثم قال وأبقى أكثر بقاء ودواما. لا يفسد بسرعة، يعني لو جر الإزار في الأرض هذا يفسد بسرعة. ثم فيه إرشاد إلى أنه ينبغي للابس الرفق بما يستعمله واعتناؤه بحفظه، لأن إهماله تضييع وإسراف. نعم، اللابس وكذلك كل من يستعمل شيئا من الأدوات يستعمله برفق، كذلك يعتنيه بحفظه يحفظه. لماذا؟ لأن إهماله تضييع وإسراف. نعم، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن وقال إنما هي بردة ملحاء. ماذا أراد به؟ المراد بها بردة سوداء فيها خطوط بيض يلبسها العرب، ليست من الثياب الفاخرة. فهذه ليست من الثياب الفاخرة، لذلك ليس من شأنها الكبر والخيلاء. وكأنه يريد أن هذا ثوب لا اعتبار به ولا يلبسه في المجالس والمحافل، وإنما هو ثوب مهنة لا ثوب زينة. نعم، هكذا هو يعتذر. فإذن طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاقتداء به، مراده صلى الله عليه وسلم طلب الاقتداء به، وإن لم يكن في تلك البردة خيلاء سدا للذريعة. نعم، ثم قال فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. نظرت يعني تأملت في ملبوسه، فإذا إزاره ينتهي إلى نصف ساقيه. قال الإمام النووي رحمه الله القدر المستحب فيما ينزل إليه طرف الإزار نصف ساقين، هذا هو القدر المستحب. لماذا؟ لأن إزاره صلى الله عليه وسلم إلى نصف ساقين. ثم بعده القدر الجائز، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، وإلى الكعبين جائز، وما نزل عنهما إن كان للخيلاء حرما وإلا كرها. نعم، هذا في الإزار، ليس الإزار فقط، وفي معنى الإزار القميص وكل ملبوس، القميص وكذلك الإزار والسروال، أي شيء كان كل ملبوس يستر يعني البدن أو أسفل البدن هكذا. وهذا في حق الرجل، هذا أمر مهم جدا، هذا في حق الرجل، ما في حق المرأة. أما المرأة فيسن لها جره على الأرض، كم تجره؟ قدر شبر وأكثر، وأكثره ذراع. على الأقل هي تسبل ثوبها وتجره بقدر الشبر، هذا على الأقل واجب. الأكثر يعني ذراع، ينبغي أن يكون بينهما. فإذا ما فوق الإذاعة، ما فوق الذراع منهي. نعم، هذا واجب. المرأة ليست مثل الرجل في هذه المسألة، يعني هي محتجبة، يجب عليها الحجاب. نعم، هي تستر بدنها من جميع الجهات حتى من جهة القدم. نعم، وهذا واجب. ثم هذا قدر شبر مما يعني من أسفل القدم أو من الكعبين، وهكذا خلاف للعلماء. على كل حال يجب الجر، جر الثوب هذا واجب. نعم، ثم هذا جر الثوب واجب بالنسبة إليه. وبه قال حدثنا سويد بن النصر رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن المبارك رضي الله عنه عن موسى بن عبيدة رضي الله عنه عن إياس بن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه عن أبيه قال كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يأتزر إلى أنصاف ساقيه، وقال هكذا كانت إزرة صاحبي
يعني النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان بن عفان يتزر إلى أنصاف ساقيه اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هكذا كانت إزرة صاحبي. إزرة معناه هذه هيئة إزاره صلى الله عليه وسلم. إزرة وزن جلسة يعني هيئة الإزار. هكذا كان هيئة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نقل سلمة الإزرة على عثمان رضي الله عنه مرفوعة ولم يرفعها هو. يعني من عثمان رضي الله عنه بناء على ما مر ليفيد أنها سنة باقية من أكابر الصحابة سيما الخلفاء الراشدين. فإذا يكون اتباعه مصداقا للحديث. حديث يعني استنوا بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يأتزر. كان عثمان رضي الله عنه يأتزر. يأتزر يأتزر يقال يأتزر به وتأزر كذلك اتزر أيضا كما ورد في بعض الروايات اتزر. قال بعض الناس لا يقال اتزر. ثم قال وقد جاء في بعض الأحاديث ولعله تحريف الرواة. هكذا في القاموس نقلا عن قيل. فقوله لعله فيه نظر. قال ابن حجر رحمه الله لعله تحريف الرواة فيه نظر لأن لو فتحنا هذا الباب وجوزنا الرواية بالمعنى لم نثق بمروي قط. والصواب أن هذه الرواية تفيد أن ذلك لغة صحيحة وإن كانت شاذة قياسا. فإذا اتزر أيضا موجود هنا آية اتزر عثمان رضي الله عنه. فإذا هذا لإفادة أن هذا سنة الصحابة رضي الله عنهم خصوصا الخلفاء الراشدين. فائدة نقل سلمة حينئذ الإزرة عن عثمان رضي الله عنه مع أنه عالم بحال النبي صلى الله عليه وسلم. سلمة هو يعلم حال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذلك هو نقل عن عثمان ليعلم أنه سنة محفوظة معمولة لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتأكد الندب. ولذا قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. نعم هكذا قال علي القاري رحمة الله عليه في جم الوسائل. نعم. بعده وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد رضي الله عنه قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو الأحوص رضي الله عنه نبي سحق رضي الله عنه مسلم بن نذير رضي الله عنه أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار فإن بيت فأسفل فإن بيت فلا حق للإزار في الكعبين. إذن هذا الحديث يدل على أن موضع الإزار إلى أنصاف الساقين ويجوز إلى الكعبين ولا حق للإزار في الكعبين يعني لا يطول الإزار حتى يمس الكعبين أو يستر الكعبين. ما هو الكعبان؟ هما العظمان الظاهرتان الناتئتان فوق القدم أسفل الساقي. نعم قرأت ما قال الإمام النووي رحمه الله في هذه المسألة. ثم العضلة محركة عضلة ثم عضلة كل عصبة معه لحمة مكتنزة كما في القاموس.
ذكر الإمام ابن حجر رحمه الله مرة أن الذي دل عليه مجموع الأحاديث أن جعل الثوب والإزار والسراويل والقميص إلى نصف الساق سنة وإلى الكعبين مباح وإلى ما تحته مكروه تنزيها إن لم يقصد به خيلا وإلا فحرام. قال القاضي رحمه الله ويكره كل ما زاد على الحاجة والمعتاد في اللباس من الطول والسعة والذي سبق الإسبال وكذلك يعني طول اللباس والسعة مكروه متى ما زاد على الحاجة والمعتاد مكروه وقضيته أن معتيد لا يكره وإن جاوز الكعبين ومر لذلك مزيد فراجعنا لكن وهذه عادة غير مقبولة في الشرع حيث نص الشارع على نهيه. ثم عللت المراد هنا وهي هنا اللحمة المجتمعة أسفل من الركبة من مؤخر الساق. نعم هذه اللحمة المجتمعة أسفل من الركبة ركبة الرجل أين اجتمعت من مؤخر الساق هذه هي العللة هي المراد في الحديث. ثم الباب الذي باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم مشية يعني كيفية المشي كما ذكرنا في الإزرة والجلسة ما يعتاده الشخص من المشي على ما هو وضع الفعلة. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد رضي الله عنه قال حدثنا ابن لهيعة رضي الله عنه النبي يونس رضي الله عنه النبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. وإذن فيه بيان مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي كل الحسن حين أعطي يوسف عليه السلام نصف الحسن نصف الجمال وأعطي كل الجمال. نعم ثم هو يقول كأن الشمس تجري في وجهه ما معناه قال علي القاري رحمه الله شبه جريان الشمس في فلكها بجريان الحسن ونوره في وجهه صلى الله عليه وسلم. نعم هذا الشمس هنا مراده الحسن والنور فإذن هنا تشبيه جريان الشمس في فلكها هي تجري في فلكها مثل هذا الجريان جريان الحسن والنور في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عكس التشبيه هنا المشبه وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس مشبه به لكن عكس مبالغة ويحتمل أن يكون من تناهي التشبيه بجعل وجهه مقرا ومكانا للشمس. نعم هكذا أيضا هذا من تناهي التشبيه كيف جعل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرا ومكانا للشمس نفسها. نعم هكذا احتمالان يؤيده ما أخرجه الطبراني والدارمي من حديث الربيع بن معبد ربيع بن معبد ابن عفراء لو رأيته لرأيت الشمس طالعة هكذا كل يعني يصف جماله صلى الله عليه وسلم كيف لا يصف والجمال كله هو. نعم
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ظل ولم يقم مع شمس قط إلا غلب ضوءه ضوء الشمس ولم يقم مع سراج قط إلا غلب ضوءه ضوء السراج. هكذا كان لم يكن له ظل. لماذا؟ هذا أكثر ضوءا من الشمس فكيف يكون ظل؟ لا يكون ظل. نعم. ذكره ابن الجوزي ثم بعده كان أسرع في مشيته في كيفية المشية كان يسرع. سبق أن ذكرنا يعني أن ما بين القدمين في المشية يكون أطول أطول. فعندئذ إنا لنجهد أنفسنا. لماذا؟ لأن نلتحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. لو مشينا معه هو يكون يعني في الأمام بسرعته. فإذا نجهد أنفسنا ونسرع في مشيتنا لكن لا نستطيع أن نلتحق به. إذا هل رسول الله صلى الله عليه وسلم يكترث بنا؟ لا يكترث بجهدنا. لماذا؟ هذه سرعة مشيته كانت طبيعة له وعادة له. لذلك لا يكلف نفسه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكلف نفسه بترك هذه العادة والطبيعة بل هو يمشي على هينته وطبيعته. فالصحابة يكونون بعده يعني متأخرين عنه. هكذا هذا منابي عبد الرؤوف المنابي ذكر في شرحه معنى الخبر أنه إذا مشى بالعادة ما قدرنا أن نلحقه مسرعين في المشي ولو كنا مجتهدين في ذلك. هكذا لا نستطيع. هو يمشي على عادته وهينته وطبيعته بدون جهد ولا تكلف. هكذا كأنما الأرض تطوى له. هذا طي الأرض يقع معجزة وكرامة أيضا. ذاك أمر آخر لكن هنا تشبيه طي الأرض فقط. فإذا لا يكون في جميع مشيته صلى الله عليه وسلم طي الأرض بل هذا تشبيه فقط. أما طي الأرض وكذلك مد الوقت يقع معجزة وكذلك يقع كرامة هذا يعني أدلة براهين من النصوص القرآن والحديث. هكذا ثم وبه قال حدثنا علي بن حجر رضي الله عنه غير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس رضي الله عنه أن عمر بن عبد الله رضي الله عنه مولى غفرة مولى غفرة رضي الله عنه قال حدثني إبراهيم بن محمد رضي الله عنه من ولد علي بن أبي طالب رضي الله قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا مشى تقلع كأنما ينحت من صبب. أما هذا حديث قد سبق. ثم من عادة المحدثين يروي حديثا واحدا في أبواب مختلفة لأجل دلالة الحديث على مسائل مختلفة. نعم. التقلع معناه كأنه يقلع الرجل من الأرض يعني هو حينما يأخذ الرجل يقلع بقوة يأخذ بقوة حينما يرفع الرجل يرفع بقوة ثم عندما يلع بخفة. هكذا كان المشي. نعم. ثم كأنما ينحت من صبب. صبب يعني هذا مرتفع مكان مرتفع. عندما كأنه ينزل وينحت من مرتفع يعني هو يميل إلى الأمام. هذا قد شرحنا فيما مضى. ثم وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع رضي الله عنه قال حدثنا أبي عن المسعودي رضي الله عنه عن عثمان بن مسلم بن هرمز رضي الله عنه عن نافع بن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كرم الله وجهه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى
تكفأ تكفؤا كأنما ينحت من صبب. نعم. هذا تكفأ بمعنى يعني معناه تقلع يعني تمايل إما أمامه ليرفعه عن الأرض بكليته جملة واحدة لا مع اهتزاز وتكسر وجر رجل بالأرض على هيئة المتماوت أو مشية المختال. ثم بعده باب آخر فيه حديث واحد. باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقنع يعني لبس القناع. نعم. هذا التقنع هو تغطية الرأس بطرف العمامة أو برداء أعم من أن يكون فوق العمامة أو تحتها. هذا هو تقنع. نعم. والله أنه كان متغشيا به فوق الإمامة لا تحتها، لأنه كان مستخفيا من أهل مكة متوجها إلى المدينة. يعني في قصة يعني المعراج أتى بيت أبي بكر في قصة الهجرة في القائلة متقنعا بثوبه، وذاك التقنع كان فوق الإمامة. لماذا؟ لأنه كان مستخفيا من أهل مكة متوجها إلى المدينة. والمراد به هنا استعمال القناع، هو ثوب يلقي الشخص على رأسه بعد تدهينه. في هذا الباب المراد بالقناع هذا ثوب يلقي الشخص على رأسه بعد تدهينه لئلا يصل آثر الدهن إلى القلنسوة والعمامة وأعالي الثوب. هذا هو القناع هنا. أما تقنع يعني يطلق على ما يلبس تحت الإمامة أو فوق الإمامة، هذا لغته. أما المراد هنا بالقناع هذا ذكره علي القاري رحمه الله. نعم. وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى رضي الله عنه قال حدثنا وكيع رضي الله عنه قال حدثنا الربيع بن صبيح رضي الله عنه يزيد بن أبان رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. هذا الحديث أيضا قد سبق. كأن ثوبه ثوب زيات، ما المراد بهذا الثوب؟ يعني نفس القناع. كأن ثوبه يعني كأن قناعه ثوب زيات. لماذا؟ ويستعمل الدهن كثيرا في شعره، فإذا يتلوث هذا القناع بآثر هذا الدهن كثيرا. نختتم بهذا القدر اليوم والباقي فيما بعد إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.